عندما كلفت بتحمل مسؤولياتي في حكومة الرئيس الدكتور حسان دياب، سواء في موقع نائبة الرئيس أو وزيرة الدفاع أو وزيرة الخارجية والمقتربين بالوكالة، لم يكن لدي أوهاما حول صعوبة المهمة. الخدمة العامة ليست جاها ولا مجالا للاعتزاز، بل وسيلة للقيام بالواجب بجهد وكد وتواضع. والحقيقة أنني اعتبرت مهمتي واجبا، لا سيما في الظروف الصعبة التي يمر بها وطني. عملت إرضاء لضميري وقناعاتي وتحملت مسؤوليتي. هل استرجعنا حقوق الناس والدولة؟ طبعا لا. هل حققنا ما كنا نرغب بتحقيقه؟ طبعا لا. هل حققنا أحلام أولادنا والشابات والشباب اللبناني؟ طبعا لا. لكننا حاولنا وبجهد وكوننا القناعة التالية: إننا ما لم نغير ما بأنفسنا وبذهنيتنا، لن نستطيع أن نغير حال وطننا. مؤلم أن نستعطي المساعدة الغذائية والطبية وحليب الأطفال. مؤلم أن نعتبر أن لا نهوض إلا بدعم خارجي. مؤلم أن نعتقد أن هذا الدمار الكبير ليس من فعل أيدينا، وبالتالي لا يستوجب تغييراً كبيراً. ستأتي المناسبة التي أتحدث فيها عن عملي في الحكومة وعن الآمال التي خيبت والأعمال التي أجهضت. ما هي الأسباب والعوائق؟ وهل نظامنا القائم يصلح لأي عمل إصلاحي، أم هو عصي على الإصلاح؟ لقد قمت بعدة زيارات إلى الخارج، وكانت أهداف هذه الزيارات إعادة وصل من قطع مع بعض الدول الصديقة والشقيقة، وتعزيز العلاقات الثنائية لما فيه مصلحة لبنان. وأتوقف ولو للحظة لأوضح ملابسات الحادثة التي حصلت بالأمس في وزارة الخارجية والمغتربين، والتي ألخصها بالتالي: حضرت إلى الوزارة لأخذ بعض حاجياتي الشخصية ولوداع الموظفين العاملين حصرا، وليس لأي أمر أو إجراء آخر. ففوجئت بتصرف غير لائق وبسابقة في تاريخ الإدارة اللبنانية، إذ أغلقت الأبواب التي يجب أن تبقى مفتوحة للوزير ولجميع الموظفين وللمواطنين. يبدو أن الوزراء الذين قاموا أمس ويقومون بمهمة التسلم والتسليم بحاجة إلى إذن ولمادة دستورية إذا أرادوا القيام بوداع الزملاء والموظفين الذين عملوا معهم. هذه التصرفات لا تليق بأي إدارة ولا بأي مسؤول، وأكتفي بهذا القدر حول هذا الموضوع، آملة أن يكون عبرة لحسن التصرف بالمستقبل. وتماشياً مع مبدأ تداول السلطة واستمرارية الحكم، قدمت لوزير الخارجية الدكتور عبدالله أبو حبيب تقريراً عن ملفات ومشاريع وزارة الخارجية والمغتربين، والتي تشتمل على ما قمت به خلال الأشهر القليلة الماضية، وأتمنى للدكتور أبو حبيب التوفيق في مهامه الجديدة. وأتوجه بالشكر إلى كل رؤساء البعثات الدبلوماسية والمديريات في الوزارة، حيث قمنا سوياً بورشة عمل وتعاون مشترك على مدى أقل من 4 أشهر من أجل مصلحة وزارة الخارجية والمغتربين والعاملين فيها والمواطنين أيضاً. وأذكر منهم السفراء غدي الخوري، كارولين زيادي، كنج الحجل، عبيل علي، فاسكان كالفكيان، جو رجي، أحمد عرفة، الياسن أولى، سنتيا الشندية، ووليد حيدر، إضافة إلى كل الملحقين الدبلوماسيين والموظفين الذين كانوا إلى جانبي وساعدوني في مكتبي ومن دون استثناء. وشكر خاص إلى السفير قزحية الخوري لدعمه ومساندته اليومية، وللسفراء عاصم عراجي وعفيف أيوب. وأخيرا أتوجه بالشكر إلى كل من فخامة رئيس الجمهورية العماد ميشيل عون، ودولة رئيس مجلس النواب نبيه بري، ودولة رئيس مجلس وزراء حسان دياب، ولجميع زملاء الوزراء والسادة النواب وكل ما سندني في عملي. وشكراً.